السلام عليكم، وياكم مصطفى جمعة اللي شرح موضوع البريودونتايز. بالبداية نحب نعرف شنو هذا المرض. هي عدوى خطيرة في اللثة تدمر الأنسجة الرخوة حول الأسنان إذا تركت بدون علاج. يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تدمير العظام التي تدعم الأسنان، وهنالك مستويات من هذا المرض تشمل البسيطة، متوسطة والمراحل المتقدمة كما موضح في هذه الصورة. تظهر هنا فائدة الأشعة بمعرفة مستويات البون ريزوربشن وأيضا حالة اللثة وتشخيصها لغرض العلاج. قد يؤدي إلى فقدان الأسنان في حالتها المتقدمة، لذلك يجب علاجها مبكرا. راح يتم من خلال 3 طرق. أولا سكيلينج، وذلك بإزالة التكلسات والبكتيريا إلى الأسفل من الجام لاين، وأيضا الروت بلينينج اللي هو عن طريق السموثينينج روت سيرفيس. النقطة الأخيرة والأهم هي الأنتيبايتكس، قد تساعد في السيطرة على المرض والحد منه.